الأطفال قضية رأي. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين، يكتبها رب الأمنيات العالقة بين آلاتها. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين، يكتبها رب الأمنيات العالقة بين آلاتها. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين. هاي يا جماعة، طبعا شفتوا الفيديو اللي هو بتاع سيد الرئيس. ما اعرفش اقول لكم بصراحة، يعني حرام بجد، حرام يعني كل عيال دي اللي في فلسطين وبيحدفوا القنابل والحاجات دي. يعني رمضان كريم يعني للي بيحتفل. بس يعني بصراحة هحط لكم اللينك تحت في الديسكريبشن. بجد يعني ده اكتر فيديو، يعني معرفش اني اللي انا متضايق كده. بس مع السلامة.